زيان جنى على راسه أنه قرارات حادية بدون رجوع لأي عضو في مكتب سياسي ولا أي عضو في الحزب ولا مناضل ومناضلة. هو شخص الموضوع بينه مع مؤسسة ديال الدولة وعاد يطعن فيها باسم الحزب، وهذا مرفوض بتاتا في الحزب أنك تطعن في مؤسسة اللي هي مؤسسة دستورية كيف ما الحزب مؤسسة دستورية. أول شيء القرارات اللي اتخذنا اليوم هي قرارات اللي نقدر نقوله أنه غير حاسم، لأنه المؤتمر الاستثنائي هو اللي غيكون حاسم إن شاء الله بإذن الله اللي غينعقد قريب العاجل اللي غيكون في اللجنة التحضيرية ديالو السي حسن موساوي إن شاء الله، وكنتمنى أنه يكون في قريب العاجل لأن ذكرنا معاه على حساب هذه المسألة. مسألة ثانية، رفضنا القرار ديال الطرد اللي تعرض له الأستاذ إسحاق شارية والدكتور أنور بوجمعة، لأنهم مناضلين قياديين بارزين قدام في الحزب اللي رفضنا لهم بتاتا انه يكون طرد ديالهم. رفض الاستقالات الجماعيه اللي جاتنا من مناضلين ومناضلي الحزب على كافه التراب الوطني، رفضنا الاستقالات ديالهم. بالنسبه للحسابات كنا كنتمناو ان الحسابات الماليه يكون حاضر معنا السي عمر بدروال اللي هو امين المال ديال الحزب، توصل بالدعوه على غرار السيد الامين العام ولكن ما حضروا، يتحملوا مسؤوليتهم. حنا كان ان شاء الله المؤتمر الاستثنائي غيكون ان شاء الله وكل شيء واضح باش نشوفوا الاستحقاقات القادمه ان شاء الله، باش يكونوا واحد الاطر وكفاءات اللي بغيناهم يطلعوا شبابيه باذن الله. اليوم فعلا انتصار مبارك سريع، فعلا بين الاعضاء المجلس السياسي على تعبئه يعني خالصة، خصوصا بعد القرارات المفجعة بطرد مجموعة من المناضلين المعروفين بارتباطاتهم داخل الحزب. كذلك اليوم قرر بأنه انعقاد مؤتمر استثنائي واللي مرة كما كتشوفوا في واحد الأجواء رائعة ديال الإجماع، باستثناء مجموعة من بسيطة من الأعضاء اللي ما حضراتش. وبالتالي اليوم كنقولوا بأن شباب الحزب يخطو خطوات جبارة نحو مستقبل آخر للحزب المغربي الحر، مستقبل كيبانوا فيه وجوه جديدة، ما بقاش هذا اسمه حزب زيان ولا حزب المناضلات والمناضلين. كنتمنى من الإعلام فعلا على أنه يقول من الآن فصاعدا هذا حزب فعلا ناشئ، إلا أنه حزب مليء بالكفاءات وبالأطر اللي باغا تعبر على رأسها وباغا تبان في المشهد السياسي المغربي بكل قوة. المجلس السياسي هو أعلى سلطة داخل الحزب، هو اللي كيقرر في كل شيء. حنا هاد الحركه التصحيحيه جات باش تحط الحزب السياسي في المكانه ديالو، وانه كما شفتوا نتوما في القرار في البيان الختامي راه بانه القرارات اللي كان كيتاخذها المنسق الوطني هي قرارات احاديه الجانب وما كانش كيلتجا للمكتب السياسي. الامور ديال العشوائيه وهاد العبثيه خصها تلغى. الدورة الغير عادية اليوم هي طفرة نوعية ديال الديمقراطية اللي كانت خصها تكون شحال هذه داخل الحزب المغربي الحر. راه الشباب وثم الشباب خصهم يمارسوا العمل السياسي كما دعالوا سيدنا نصره الله. وحنا في وسط هذا الحزب هذا العتيد اللي هو عنده مبادئ راسخة في الأذهان ديال المناضلين ديالو، وخصنا نتشبتوا بالمؤسسات ديال الوطن وبرموز ديال الوطن، وخصنا نكونوا يد واحده ضد الدكتاتوريه والانفراديه في اتخاذ القرارات واصدار البلاغات. كيف يعقل ان تكون هذه البلاغات والقرارات هي صادره عن شخص واحد ولا تمت بصله او لا يستشار هياكل الحزب ولا يستشار المجلس الوطني ولا يستشار المجلس السياسي؟ اذا هاد الامور هذه راه خاصها الحل، والحل الحمد لله اليوم راه بكافه تقريبا 95 حتى 96% ديال المناضلين ديال الحزب قرروا انهم يعقدوا مؤتمر استثنائي كتتويج لهذا العرس الديمقراطي. وشكرا. اولا السي محمد زيان عنده تاريخ نضالي، مشوار
نعترف به جميعا كمغاربة وجميعا كمناضلين، ولكن المرحلة الحاسمة اللي دابا كاينة خصنا يكون عندنا واحد الطفرة نوعية ديال الديمقراطية، وخصو يكون عندنا واحد انتقال سلس ديال السلطات داخل الحزب كما هو مقرر داخل مقررات الحزب التنظيمية. فكيف يعقل أن واحد شخص في طيلة 20 سنة لن يتنازل أو لن يعطي الفرصة للشباب الواعد؟ وإحنا تبارك الله عندنا ثقة في الأستاذ إسحاق شارية أنه إن شاء الله بإذن الله ندعموه ويكون هو إن شاء الله منسق وطني اللي إن شاء الله غادي يقود السفينة إلى بر الأمان، وغادي نسترجعوا الثقة ديال المواطنين والمواطنات في هذا الحزب العتيد اللي هو عنده مبادئ راسخة كما قلت لكم.